ومعنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف بور، رئيس الجمعيه المغربيه لعلوم التغذيه. بدايه، ما تعليقكم على الارقام التي وردت في التقرير حول وضعيه مرض السكري ببلادنا؟ وضعية مرض السكري في البلاد ديالنا معروفة، لأنه هذه في ألف عام 2000 وزارة الصحة كانت قامت بواحد دراسة على الصعيد الوطني اللي هو عوامل الخطر في أمراض القلب والشرايين، وبينت بأن مرض السكر في ذاك الوقت كانت غير 6.6%، وهذا الشيء راه غادي في تصاعد، وحسب تخمينات المنظمة العالمية للصحة هذا الشيء غادي يدوبل في السنوات القادمة. الآن وصلنا يعني ل 9.9%، دابا 10% تقريبا، ويعني هذه خصنا نشوفوا عاود شنو جاري في العالم القروي وفي العالم الحضاري إلى آخره. وزيادة عن هذا هو أن هذا المرض ولا كيقيس حتى الدراري الصغار، وأنه شحال هذه كنا كنشوفوا مرض السكري من نوع واحد كان كيقيس غير الناس الكبار الناس الصغار، والنوع الثاني كيقيس الناس يعني من 40 سنة الفوق. دابا كتلقى دري صغير عنده هذا المرض هذا ديال النوع الثاني، يعني يمكن ينبثق عليه امراض اخرى، قلب والشرايين الى اخره، سندروم ميتابوليك اللي هو مجموعه من الامراض. واش هذا مرتبط بسلوكات غذائيه معينه؟ لان ولينا تنشوفوا كيف قلتوا ان هذا المرض لا يستثني حتى الاطفال، وخصوصا وان اصبحت هناك سلوكات مغايره يعني في التغذيه. نعم، لانه حاليا في عالم يعني العولمه ولات عندنا بزاف ديال الماكولات كتدخل من برا، ولات عندنا يعني لاغوراليمونتير ولا الصناعه الغذائيه. نعم. ولا كل شيء عندنا مكرر، كل شيء عندنا رافيني، ولات الناس كتعزف على ديك الماكله القديمه اللي كانت زوينه عمرة بالالياف. ما نساوش بان الالياف لا. كتخفف من السكر، ما كيدورش في الدم دغيا. كانت الماكله زوينه، الخبز كان كامل، كانت زيوت من نوع نباتي، يعني من اوريجين نباتي. ولكن نعم. دابا ولاو الناس كانت كتشوف كاين هاد الاكلات الخفيفه السريعه، الاكلات الخفيفه، زياده على هذا النشاط بدني ما كاينش. ولا الطفل مثلا ولا الانسان المسن كيتفرج في التلفزيون وكياكل وكيغرينوطي، ولات واحد بعض السلوكيات خاطئه، يعني الناس كيعزفوا على الفطور ما كيفطروا شيء، وهذا خطير، لانه الا ما فطرتي شيء ضد ما كيعتقدوه الناس باش ما يغلاضوش، بالعكس عاد ما كيغلاضوا، لانه كيتماشي عوامل الفيزيولوجيه ما عندناش الوقت باش نشرحوها. ومني كيغلاض الغلط كيبدا ديك الساعه ديبيو ديال لاكاسكاد ديال الامراض. يعني النصيحه الهامه هي ان تكون تغذيه متوازنه، تكون يعني هذه هي اللي كنقول ديما قاعده ذهبيه او لا ريغل دور، لا افراط ولا تفريط. خص الماكله تكون متنوعه. نعم. متوازنه، نشاط بدني موازي الى اخره، يومي ما كرهناش. اذن دكتور، قبل ان نواصل من الاجراءات العلاجيه والوقائيه، ما نلاحظه اليوم من انتشار استعمال ما يعرف ببدائل السكر سواء لدى المصابين بداء السكري أو الخاضعين لحمية غذائية، ما هي حقيقة هذه البدائل وهل تشكل خطرا على مستهلكيها؟ إذن دكتور، هناك بدائل سكرية، هناك تعريف نسبة السكر في الدم، وكذلك هناك مصطلحات جديدة ما يعرف بمؤشر السكر في الدم. نعم. شنو هو اللي يمكن لك تفسره للمواطنين؟ شكرا على هذا السؤال، لان كما كيقولوا غادي يديو لاجر منه. نقول لك علاش نهضروا بعدا على البدائل ولا سكون نابيل لي زيدول كورون. هاد البدائل هذه ما كاين حتى شي دراسه اللي بينات بانهم خطر لحد الان. الدراسات العلميه، خلي داكشي اللي كيتقال في بعض الجرائد ولا كيتقال في بعض الاذاعات، ما كاين حتى شي خطر لحد الان اللي متبين بدراسات علميه صحيحه. نرجعوا لمؤشر السكر الدم، وكنشكركم على هذا السؤال. هذا مفهوم جديد بدا في اوروبا وفي الدول الغربيه في سنوات السبعين. كنتسائلوا واش هذا الشيء اللي كنوصيو به مرضى السكري ديالنا، ما تاكلش السكر السريع لانه سريع الابتصاص. نعم. يعني المركبة التركيبة ديالو بسيطة، وكل السكريات المعقدة لأنه بطيئة الامتصاص كالنشويات إلى آخره. هذه اعتقاد بدا كيبان بأنه خطئ من سنوات السبعين. حتى الواحد وثمانين واحد السيد سميتو جانكينز مع الفرقة ديالو دخلوا هذا المفهوم، ولا دابا كيتطبق في الدول الأوروبية وفي الدول الغربية، ومنظمة يعني لا يفاو دخلته في 97 كنوسيون ولا كمفهوم رسمي الآن. نعم. كيتعاملوا به الناس، حنا ما كنتعاملوش به في بلادنا. شنو هو مؤشر سكر الدم؟ مؤشر سكر الدم هو تأثير ديال طعام ما على تركيز السكر في الدم، لأنه بسرعة ملي كتاكل شي حاجة كدوس في البلعوم، كدوس في المعدة، كدوس في الاثنى عشر اللي هو ديود النوم، وكدوس في ديودينوم، وكدوز يعني في الأمعاء الرقيقة، وكتمشي كتمتص كدوز في الدم. ولكن الدات
كتعامل مع هذه الأطعمة بطريقة مدمجة فيزيولوجيا، ما كيدوش كل طعم بطريقة اللي كيدوز بها الآخر. نعم. زيادة على ذاك الشيء ملي كناكلوا واحد لو بلا واحد الصحن كناكلوا فيه حوايج أخرى، تفاعلات أولا ما بين الماكلة والتفاعلات ديال الذات مع أي واحد، هذا السكر مؤشر سكر الدم اللي كيتسمى الاندكس غليساميك بالفرنسوية ولا مؤشر الكليسيمي بالعربية، ممكن أي مرأة تدخل محرك من المحركات ديال الانترنت ودير مؤشر سكر الدم وكيخرجوا لها جداول وتعلقهم في الثلاجه ديالها، قد ما كان هذا المؤشر قل من 40% او لا 50%، قد ما ديك الماكله نقولوا حنا قرعه ولا خبز ولا زبده ولا كلاص ولا الا كان المؤشر ديالها ولا الدلاح الا كان مزيان هابط بزاف ممكن تاكل منه شحال ما بغات، كان ما بين 50 و 75% تاخذ هو بحذر، من فوق 75% ما تاخذش. وهذا مؤشر سكر الدم المزايا ديالو هو انه الولد ما كيبقاش محروم، الصغير المسن ما كيبقاش محروم، الرياضيين كيستعملوه في الرياضه الشاقه الطويله، هذا هو الاشكال هو الحرمان يعني من ما حتى واحد ما كيولي محروم. صحيح. غير هو كما قلت قبيله لا افراط ولا تفريط، ممكن الانسان ياكل الدلاح ياكل الفاكهه ياكل، لان بعد اتضح من هذه الدراسات ان بعض السكريات اللي هي مو معقده كدوز دغيا في الدم. نعم. لهذا ما ذاك الاعتقاد الاول خاطئ، وبعد المول السكريات اللي هي بطيئة لا اللي هي يعني معقدة مركبة لا 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 بسيطة التركيبة. نعم. نقولوا الفريكتوز اللي هو سكر سكر الفواكه، هذاك راه بطيء بطيء. نعم. في الامتصاص ديالو في التمثيل ديالو في على الدكتور عبد اللطيف بو الرئيس الجمعية المغربية لعلوم التغذية، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وعلى كل هذه المعلومات. شكرا والتوضيح.